بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السادة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا لقاء جديد، حلقة جديدة من برنامجكم مع التلاوة على قناتكم قناة الناس، والتي تقدم كل ما ينفع الناس. اليوم بمشيئة الرحمن نختتم سورة المجادلة، هذه السورة التي لم تخلو أي آية من آياتها من لفظ الجلالة الله، بل قد ذكر لفظ الجلالة في بعض آياتها 5 مرات، كما هو الحال معنا في هذه الآية الأخيرة سنختتم بها هذه السورة إن شاء الله، والتي تحمل من المعاني الكثير والكثير من الآيات والأشياء الهامة في حياة المؤمن، حيث إنها نوهت ونبهت عن عدم الموالاة للمنافقين أو لأعداء الله أو للمحاربين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين ومن عباده الصالحين ومن عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نبدأ مع حضراتكم بتلاوة الآية الأخيرة، نفتح المصاحف على الآية الأخيرة من سورة المجادلة، نستمع إليها ثم بعد ذلك نتلقى من حضراتكم الاتصالات عبر السماعة وليس عبر التلفزيون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق الله العظيم. كما استمعنا، الآية فيها ما شاء الله أنواع كثيرة من المد، فيها المد اللازم الكلم المثقل في موضعين، يواد ويحاد، من حاد الله، ده مد لازم كلمي مثقل، وفيها المد المتصل وفيها المد المنفصل وفيها بعض الأحكام الأخرى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. نبدأ مع عمار، تفضل يا عمار. عمار معانا؟ السلام عليكم. تفضل يا عمار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه،
ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ما شاء الله. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. عمار، ما شاء الله تبارك الله، عمر الله قلبك بالقرآن ورزقنا الله وإياك التوفيق والإخلاص في تلاوة القرآن. بصراحة يعني مش قادر أقول لك، أنت قرأتها أحسن مني ما شاء الله. تلاوة جميلة، أحكام جميلة، صوت جميل، أداء جميل، روح ربنا يبارك لك. أستاذة أسماء معانا، يلا يا أسماء. السلام عليكم ورحمة السلام الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. برضو خلي بالك من الشدة اللي بعد المد، عشان ده لازم كلمي مثقل. من حاد الله. يوادون، خلاص انت قلتي يوادون كويس قوي، بس اهم حاجة في من حاد ده كمان. يلا. من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. لا، أو إخوانهم دي ما فيهاش مد خالص. أو إخوانهم. أو إخوانهم. أيوة. أو عشيرتهم. نعم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم لا 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 لا, لا. بالراحة شوية عليك. ويدخلهم لا قبليها كمان وأيدهم بروح منه. وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أستاذة أسماء صدق الله العظيم. بنشكرك يا أستاذة أسماء على هذا المجهود الجميل، ولكن نصيحتي لحضرتك إنك تسمعي كتير، لأنه في بعض الحروف عند حضرتك فيها زيادة. الزيادة دي مش عايزينها خالص في الحروف اللي هو ما فيش فيها زيادة. يعني مثلا على سبيل المثال، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، لا أولئك كتب في، هكذا. فالتلقي مهم جدا يا أستاذة أسماء. يا ريت يا رب يكرمك بحد يكون قريب منك في الإسكندرية، سيدة فاضلة واعظة، وما شاء الله المساجد بقت منورة بالقرآن الكريم، بالواعظات والواعظين في القرآن الكريم على مستوى الجمهورية، ما فيش بعد كده. فياريت تلتحق بأي حد تتلقي عنه، ودي بشرة أنا بزفها لكم. قناة الناس بدأت في تسجيل بالفعل برنامج لتلقي القرآن الكريم، نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتنا أجمعين. معنا حفيد من الهند. حسيب، تفضل تفضل. ياريت نقفل التلفزيون ونبدأ على طول. استاذ حسيب تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مش فاهمني أكيد يا أستاذ حسيب، نقفل لا صوت التلفزيون خالص. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يا حسيب، يا ريت تسمعني وتفهمني. لا تجد نوطي التلفزيون لو سمحت وخلينا في السماعه. واليوم الاخر نقفل صوت التلفزيون خالص. يبادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أبناءهم
أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات لا البنة دي زادت قوي تجري يا حسين. من تحتها الأنهار خالدين فيها. بارك الله فيك. رضي الله عنهم ورضوا عنه. حسيب جزاك الله خير، بس حضرتك ما كنتش فاهمني، يمكن عايز حد يكلمك باللغة العربية الفصحى. كان من المفترض انك تقفل صوت التلفزيون علشان الاتصال يبقى فيه فائدة افضل واحسن. قراءتك طيبة واحكامك حلوة، بس كمان الغنة زادت قوي. الغنة حركتين اتنين مش ثلاثة ولا اربعة، مفيش زيادة ولا نقصان، مفيش فصال كمان، الغنة حركتين. جزاك الله خير يا حسيب عموما، وجزا الله أهل القرآن كل خير. فاصل قصير ونواصل بعده الحلقة، فكونوا معنا إن شاء الله. رجعنا لحضراتكم. محمد بن سويف، يلا يا محمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أبويا أحمد هيدخل بعدين. ماشي أوكي، اسمه إيه؟ أحمد بن سويك. طيب تفضل يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. اشبع المد شوية يا محمد، اشبع المد يعني ادي له حقه يا حبيبي، ده مد لازم كلمي مثقل. يوادون من حاد الله ورسوله. يوادون من حاد الله ورسوله. ماشي يا محمد. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. لا يا محمد، الباء تحتها كسرة، بهم الإيمان، والهاء كمان تحتها كسرة، بهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم من تحتها الأنهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. بارك الله فيك يا محمد، وبرضو بنصحك أنك تقعد قدام شيخ تتلقى عنه التلاوة الصحيحة، لأنه السلام عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ أحمد. أيوة مع حضرتك. أنت والد محمد؟ لا أخوي. أخوك؟ طيب اقرأ إن شاء الله تقرأ أحسن، اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجدوا قوما يؤمنون. مش لا تجدوا قوما، لا تجدوا قوما. لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. 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 ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أو عشيرتهم أو عشيرته أو عشيرته عشيرتهم. لا التاء عليها فتحة يا أستاذ أحمد. عليها فتحة. عشيرتهم. أو عشيرتهم. نعم. كتب في قلوبهم
الإيمان، في قلوبهم الإيمان، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. بارك الله فيك يا أستاذ أحمد، أنت أحسن من محمد، وحاول بقى تخلي محمد يقرأ زيك حلو كده، وربنا يوفقكم جميعا يا أهل القرآن ما شاء الله. معانا زينب، يلا يا زينب من الجيزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما، لا تجد قوما، بلاش تمدي تحطي زيادة عليها، اخطفي على طول. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من، لا وقف على وقف على الآخر عشان نفسك وعشان تدي كمان، يوادون حقها اللي هو المد اللازم الكلمي المثقل، واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم نعم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. بارك الله فيك يا زينب ما شاء الله عليك. معنا أمال من أرض الفيروز شمال سيناء، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام يا أستاذة، اتفضلي. رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أحسنتي بارك الله فيك، أحكام طيبة، تلاوة طيبة، والآية ما شاء الله مليئة بالأحكام، كما قلنا المد اللازم الكلمي المثقل، مد المتصل، مد المنفصل، الإخفاء، الإدغام بغنة، والقرآن هكذا يقرأ وهكذا يتلى، لكن الآية بتعلمنا حاجات كتير. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، يعني يوالون من حاد الله ورسوله ولو كانوا مين؟ آباءهم. عشان كده يعني الصحابة الرعيل الأول كان ممكن الابن يقف قصاد أبوه في المعركة ويقتله كمان، وقد كان ليه؟ لأنه أبوه كان بيحارب الله ورسوله، فعلشان كده، والابن
كذلك. والأب يقف قصاد ابنه، ده حصل من سيدنا أبو بكر الصديق نفسه، والأخ سيدنا مصعب بن عمير قتل أخوه هجير. هدير تفضلي يا هدير، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجدوا قوما يؤمنوا بالله واليوم الآخر. تاني يا أستاذة هدير. لا تجدوا قوما، لا ما تقوليش لا تجدوا قوما، هي الدال عليها ضمة يبقى ما ندهاش واو. لا تجدوا قوما، لا تجدوا قوما يؤمنون، لا تجد قوما يؤمنوا بالله واليوم الآخر. يؤمنوا، انت بتقولي يؤمنوا ليه؟ ما هي يؤمنون بالله، يعني فيه يؤمنون بالله واليوم الآخر. يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هدير بارك الله فيكي، قراءة طيبة، محتاجة بس شوية ضبط لبعض الأحكام اللي انت فوتيها من إخفاء حقيقي وإدغام بغنة. جزاك الله خيرا وجزى الله أهل القرآن كل خير. فاصل قصير ونواصل بعده الحلقة، فكونوا معنا إن شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنفق أنفق عليك. إذن كلما أخرجت نفقة أخرجها الله لك. من أنواع هذه النفقة فك القربات، الوقوف بجانب من يريد أن يبني مسكنا أو يأكل طعاما أو يجد كساء أو يتلمس دواء. إخواننا في غزة في فلسطين أحوج ما يكون في هذا الوقت إلى هذا الحديث فك القربة، فعلينا أن نبادر بهذا الأمر من الصدقات والهبات والأوقاف والزكوات، عسى أن تفك كربهم فيفك الله عنك كربك في الدنيا وفي الآخرة. للتواصل مع مؤسسة نبض الحياة اتصل على 012-11-11-4307 أو الخط الساخن 15740 يصلك من دبنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير. رواه مسلم. نبض الحياة وفد بوعدها ببدء الزراعة في وقف الزيتون بأرض البركات بالفرفرة في محافظة الوادي الجديد. وعشان ثقة المتبرعين في نبض الحياة كان في تبرعات بأكثر من شجرة زيتون. جيت اتبرعت معاهم 33 شجرة، زرع 14 شجرة زيتون. أنا جيت عملت الأمي والأبويا والأخويا، هم متوفين، جوزي وعيالي. واللي شارك في المرحلة الأولى بوقف الزيتون صدقته هتحقق ربحها وخيرها خلال سنتين. الصورة على الواقع أفضل من التلفزيون. وأرضنا عايزين نخدروها، أرض مصر هتتخدر. مؤسسة نبض الحياة هدفها الأساسي خدمة المجتمع، نسأل الله لهم التوفيق. للتبرع وقف الزيتون المبارك اتصل على 012-11-11-4307 أو الخط الساخن 15740 يصلك مندوبنا. من أعظم الأدعية أن تدعو أن يفتح الله عليك بالعلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لقوله تعالى: وقل رب زدني علما، يقول: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما.
اللهم ذكرني ما نسيت، واحفظ علي ما علمت، وزدني علما. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. ثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي. اللهم أسألك الدرجات العلى في الجنة. نبض الحياة في جميع مبادراتها بتبحث دايماً عن احتياجات الناس الضرورية، وطبعاً مفيش أهم من وصلة مية اللي بتساوي حياة لأهالينا الأشد احتياجاً، وبفضل مساهمة أهل الخير قدرنا نوصل وصلات مية لأكثر من 6000 أسرة محتاجة، وقدرت نبض الحياة إن هي تنفذ وصلات مية في الشرقية واسكندرية وقنا والمنيا والفيوم. بمساهمتك في مبادرة نبض الحياة لوصلات المياه هتساعد أسرة محتاجة، وهتفوز كمان بثواب الصدقة الجارية. للتبرع لحمل التركيب وصلات المياه للأسر الأكثر احتياجاً، تكلفة الوصلة 5000 جنيه. اتصل على 012-11-11-4307 أو الخط الساخن 15-740. يصلك مندوبنا. رجعنا لحضراتكم مع الأستاذة سهير من القاهرة. تفضلي أستاذة سهير معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أقرأ؟ ممكن، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك. يا رشا، يا رشا بارك الله فيك وأنعم الله عليك. آباءهم فيها مد، أبناءهم فيها مد، أما إخوانهم ما فيهاش مد ولا عشيرتهم. تمام. طب أقرأها تاني ولا؟ ولو كانوا آباءهم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. حزب الله يا رشا. ألا إن حزب الله هم ألا إن حزب الله هم المفلحون. تمام يا رشا بارك الله فيك. سهير القاهرة تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. لا، إخوانهم ما فيهاش مد يا أستاذة. أو إخوانهم أو عشيرتهم. أو إخوانهم أو عشيرتهم. تمام. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. كتب في قلوبهم الإيمان. بهم، الميم عليها ضمة. في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من
تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله حزب الله هم المفلحون. بارك الله فيك يا أستاذ سهير. معانا ندى من سوهاج، تفضلي يا ندى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم وعنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ما شاء الله يا ندى، رفعت راسي ما شاء الله. أبناء الصعيد وبالذات سوهاج كمان، الله يفتح عليك ما شاء الله، قراءة طيبة وأحكام طيبة. معنا وهيبة من السعودية، تفضلي. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله دايرة أتلك بالأول سورة الفاتحة. تحبي تقرأي سورة الفاتحة يعني، ولا تحبي تقرأي الآية اللي معنا؟ نعم، عشان أول مرة. أول مرة داري أتأكد يطمئن. ما في مشكلة، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. بلاش نعبد وإياك، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. لا، ما تحطيش واو بعد الدال. نعبد وإياك. نعبد وإياك. لا، ما نقولش نعبد وإياك، نعبد وإياك من غير واو. إياك نعبد وإياك. أيوة نستعين. تمام. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. خلي بالك من الطاء، صراط، ما نقولش صراط، صراط، طاء. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت، بارك الله فيك. وإحنا بنهتم بقراءة الفاتحة، ممكن إيه؟ أتلو السورة بتاع المجادلة الجزء الأخير. ما فيش مشكلة، اقرأيها إن شاء الله. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تجد قوما يؤمنون. برضو الدال عليها ضمة، ما تحطيش واو بعد الضمة بتاعت الدال. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الأيمان وأيدهم. لا، مش الأيمان. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. أولئك كتب في قلوبهم الأيمان وأيدهم لسه برضه بروح منه. الإيمان مش الأيمان،
في فرق كبير. أيوة الإيمان وأيدهم بروح من. أيوة بس من غير مد. ماشي. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. بارك الله في السعودية وأهل السعودية، وبارك الله في الحجة وهيبة، وبارك الله في أهل القرآن في مشارق الأرض ومغاربها. احنا كان معنا حسيب كمان من الهند، لأنه القرآن ليس له جنسية، القرآن ربنا قال له لسيدنا النبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال له في سورة أخرى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، الناس في كل مكان. جزاكم الله خيرا يا أهل القرآن. فاصل أخير ونواصل بعده الحلقة، فكونوا معنا بإذن الله. الحمد لله في الأولى والآخرة، رجعنا لحضراتكم مع ياسمين وتقى من الجيزة. يلا ياسمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا. ياسمين. نعم. بارك الله فيك. يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا. يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا. ما شاء الله. آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. جميل يا سيدي. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. ما شاء الله. وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ما شاء الله تبارك الله. بارك الله فيك يا ياسمين. يلا يا تقى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ما شاء الله يا تقى. ما شاء الله ياسمين وتقى زي الفل، بس نقرأ أهدى شوية من كده، لكن ما شاء الله تلاوة طيبة وأحكام مباركة بإذن الله. معنا إيمان من كفر الشيخ، تفضل يا إيمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر. بالراحة على مهلك على مهلك. واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا يا إيمان، صلح يا إيمان ولا صلح لك. لا ثانوس. يوادون من حاد الله ورسوله. يوادون
من حاد الله ورسوله. الله ورسوله. ورسوله. ولو كان آباء. ولو كانوا آباء. ولو كانوا آبائهم أو آباءهم. آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أيوة. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. بهم الإيمان. كتب في قلوبهم الإيمان. وأيدناهم وأيدهم بروح منه. وأيده بروح منه. وأيدهم بروح منه. وأيدهم بروح منهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنه ورضوا عنه أولئك حزب الله. حزب الباء عليها ضمة. إيه؟ الباء عليها ضمة. حزب. أولئك حزب الله. ألا إن حزب الله هم المفلحون. يا إيمان أنت كنت عايزة تقولي أنا مش إيه؟ كنت عايزة تقولي أنا مش إيه؟ كنت بقول لك أنا عايز الآية من أول تاني. لا يا حبيبتي أنت ما شاء الله بتقري كويس، بس عايزة شوية تعب شوية. إيه؟ تعالي على نفسك شوية وعودي مع أستاذ أو أستاذة وتعلمي أفضل من كده، بس أنت قريتي حلو قوي وإن شاء الله المرة الجاية أحلى يا إيمان ما شاء الله. خديجة من الشرقية، تفضلي يا خديجة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت الصوت يا أستاذة خديجة معلش مش سامعين حاجة خالص من حضرتك، حاولي تتصلي بنا تاني إن شاء الله. ربنا يسعدك ويبارك فيك على مجهودك، انت حاولتي كمان مرة قبل كده فده كله في ميزان حسناتك مكتوب إن شاء الله، لأن احنا مش سامعين حاجة من صوت حضرتك. لكن في النهاية بنقول لأهل القرآن جميعا اهتموا بولادكم وبتعليمهم القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. القرآن حياة، منهج، تطبيق، مش حفظ بس. لا، الفهم أهم، الفهم أهم من الحفظ. التلقي مهم جدا 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 اللي احنا بنعمله. ودلوقتي والحمد لله زي ما بشرتكم في البرنامج قناة الناس في صدد حاليا بدأنا نسجل برامج تلقين، يعني احنا بنقول والأولاد الصغيرين الحلوين أحباب ربنا بيقولوا ورانا. ده اسمه التلقين، ده اسمه التلقي. زي ما احنا ما كناش بنعرف نقرأ وقعدنا جنب الشيخ بتاعنا وتعلمنا منه القراءة السليمة، القراءة الصحيحة لترتيل القرآن. لأنه القرآن مش كتاب قراءة، مش كتاب نصوص، لا، ده فيه أحكام، فيه غنة، فيه مد، فيه قصر، فيه إدغام، فيه إظهار، فيه إقلاب، فيه إخفاء، فيه همس، فيه شدة، فيه رخاوة. لازم الحاجات دي كلها نتعلمها، مش هنتعلمها كده بالنصاحة أبدا ولا بالفهلوة، لازم نتعلمها بالتلقي. زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه من سيدنا جبريل، وسيدنا جبريل تلقاه من رب العزة جل وعلا، والصحابة رضي الله عنهم تلقوه من سيدنا النبي، سمعوه من سيدنا النبي، والتابعين سمعوه من الصحابة، وهكذا حتى وصل إلينا. أنا بسمع من أستاذي، وأستاذي سمع من أستاذه، لغاية فين؟ لغاية ربنا، لغاية ربنا عز وجل اللي تلا على سيدنا جبريل القرآن، ونزل سيدنا جبريل تلاه على سيدنا النبي، وربنا قال له: ورتل القرآن ترتيلا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ترتيل القرآن، وأن يحفظنا وإياكم بالقرآن، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين ببركة القرآن، وأن يمن علينا وعليكم جميعا بالرضا والرضوان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى يتجدد معكم اللقاء، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.